أخبار اليوم. الحمد لله الحمد لله. اقول لك ايه، انت امتحنت ايه؟ فلسفه ومنطق. فلسفه ومنطق. ايه رايك في الامتحان؟ كان صعب. ايه كان صعب؟ ما كانش مستوى الطالب العادي، كان صعب. طب ايه، في هل في اسئله غامضه او في امتحان طويل؟ او امتحان مش طويل قوي بس هو صعب. هو كان صعب الصراحه، بس هو عايز وقت بس. يعني صعب وطويل. لا هو كان في تكات كده صعب، يعني هو طويل وفي تكات. انت امتحنت المادة ايه؟ فلسفة. امتحان كان طويل صعب؟ لا هو قصير بس كان عايز يعني تفكير وكده على السمنت. يعني فلسفة كانت كويس. وقت الامتحان؟ لا كان كويس مظبوط. يعني ورينا ولا سهل ولا صعب، معقول بس في شوية تركيز. طب هل زمن الامتحان كان كويس؟ طب هل في اسئله مثلا خارجه من المنهج او في تكات كده ببسيطه؟ يعني ما كانش انت امتحنت ايه النهارده؟ فلسفه. زمايلي كانوا بيقولوا ان هو امتحان طويل او في احساسك انت كطالبه بيقولوا ان الامتحان اتسرب، يعني انت بتشعري بايه لما بيقول لك الامتحان اتسرب؟ الحمد لله كان كويس. شايف ان التسريبات اللي حصلت من الامتحان دي اثرت؟ لا تمام. الامتحان كان في مستوى الطالب. كان بس كان في تريكه واحده في كل سؤال، فالتريكه واحده بس اخر كل سؤال. تمام. كان الوقت كان فيزيكس فيزياء. الوقت كان مكفي للامتحان؟ كان مكفي وزاد كمان نص ساعه. زاد نص ساعه. فلسفة ومنطق. نعم؟ كويس، مش صعب، عادي يعني، امتحان عادي، امتحان كويس. يعني امتحان كان حلو الحمد لله. لا عامة مش بتابع وما بفتحش وما بشوفش الحاجات دي يعني. انا اصلا مش باخد بيهم، وحتى لو شفتهم يعني ما بعتبرهمش حاجة. حلو كويس، بس كان في تريكات للطالب المتميز. فلسفة. لا مش طويل والوقت كفى، وكان في وقت كفاية ان انت تراجع. ظلمة اكيد، يعني حد يقعد ماسك الموبايل يقعد يغش وانا اقعد اذاكر طول السنة وهو يجيب درجة احسن مني. سهل جدا ومش جاي من حاجة خارجية، بس هو طويل يعني، طويل جدا واجاباته كتير. الوقت ما كانش مكفي الاسئله؟ لا هو مش مكفي يعني، هو الوقت يا دوب يا دوب. يعني انت شايفه ان الامتحان كان جاي في مستوى الطالب المتوسط ولا الطالب المتميز؟ لا المتوسط. المتوسط. هو ما جاش من حاجه بره خالص. رايك ايه في التسريبات اللي بتحصل عليه؟ انا لحد دلوقتي ما شفتش اي تسريبات، يعني كل دي اشاعات تسريبات يعني ما فيش اي حاجه. ما حاجه زي دي ما بتاثرش عليك نفسيتك وانت بتحلي ان في حد عارف؟ لا طبعا بنخاف ومنتوتر ومجهودنا بيروح بس لا يعني الحمد لله ما بيحصلش حاجه.